السلام عليكم. إذا كان عندنا في برنامج الأكسل بيانات مثل ما واضح في العمود سي، هذه بيانات 1 2 3 4 5 6، وحبيت إنه أحولها من عمود إلى صف، بدل ما أرجع أكتبها من جديد، أو مثلا إذا عملت لها كوبي وأحاول أنزلها بأي صيغة كان، ما راح يقبل البرنامج، ما راح يقبل إذا بشكل عادي. لكن الطريقة مالتها هي إنه أنا أختار أي مربع اللي أريد أحوله هاي من عمود إلى صف، أختار أي مربع وأكليك اليمين، الأكسل راح ينطيني خيار آخر بالبيست، هو الخيار اللي هو بيست سبيشال. بيست سبيشال راح انزل الى، ينطيني يفتح لي يعني فقرة اخرى، انزل بالاسفل البيست سبيشال، بهذا المكان راح اروح الى الترانسبوز، ترانسبوز اللي هيحول لي من شكل الى اخر. اوكي، شوف حول لي هاي البيانات اللي كانت على شكل عمودي الى صف.